إذن سالي ننقل كل ذلك إلى ضيفنا من دبي سيد رائد خضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. رائد أسعد الله أوقاتك بكل خير، ودعنا أسعد الله يومك. الله يسلمك. دعنا نبدأ بالنفط رائد، وثلاثة أشهر ربما من التراجع المستمر، يبدو أن مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي هي السبب الذي يدفع الطلب على الخام للتراجع. ما هو المتوقع في أسعار النفط هذا الشهر؟ هل تعتقد بأنها ربما مقبلة على مزيد من الهبوط والتراجع؟ يعني بلا شك، طيب، النفط تحت ضغط في الفترة الحالية. يوجد الكثير من العوامل التي ساعدت مؤخرا على ضغط أسعار النفط في الاتجاه الهابط، و إذا بدي أفسر بعض البيانات التي صدرت مؤخرا، يعني تظهر هناك قلق من الفترة المستقبلية، وتظهر بشكل واضح أن الطلب المستقبلي متأثر بشكل كبير من آفاق الركود العالمي، أو أنه يكون في عندي طلب أقل في الفترة القادمة، وبدأت أسعار النفط تسعر هذا الأمر فعليا. عندما نشهد على سبيل المثال أن واردات النفط الأمريكية منخفضة، أيضا زيادة استخدام من المخزون، ثالثا عندي مخرجات النفط، كذلك مخرجات تكرير أيضا ومدخلاتها متراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر ذلك يعني بوضوح أنه في عندي توقعات مستقبلية أنه يكون عندي طلب أقل، وأن الركود الاقتصادي سوف يطال معظم الاقتصادات العظمى. ومثل ما تفضلت بالتقرير اللي ذكرته فيه أنه كمان الصين اللي هي تعتبر يعني من أكبر مستهلكين النفط في العالم، عم تكون أيضا تظهر انخفاض في الطلب لديها. هذا يضع النفط تحت سيناريو مزيد من التراجع. أوبك بلس ماذا سوف تفعل؟ أوبك بلس تحاول تحقيق التوازن السعري بأن يكون لدينا أسعار نفط مستقرة. أعتقد حتى توائم طلب مستقبلي أقل، يجب أن يكون هناك مجال لترك الأسعار تنخفض بعض الشيء لمستويات قد تطال 80 و84 دولار للبرميل كمستويات استقرار للنفط بالنسبة لـ WTI على سبيل المثال، وأن تستقر الأسعار عند تلك المستويات ممكن تكون حتى نهاية تعاملات هذا العام على الرغم من موسم الشتاء القادم. في نقطة إضافية اللي هي دخول النفوط الجديدة، مثل يعني الاتفاقيات اللي ممكن تنعقد مع إيران، ودخول النفط والمعروض النفطي الإيراني إلى الأسواق سيعوض أي تراجع في عملية زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس، أو عدم التزام إن صح التعبير، أو عدم الرغبة بزيادات في الإنتاج أكبر في الفترة القادمة. نعم رائد، كما شهدنا تراجع الأسواق الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي وتنهي شهر أغسطس في المنطقة الحمراء، هذا بالإضافة للعديد من التصريحات التي سمعناها خاصة من جيروم باول حول تسريع وتيرة رفع الفائدة، قوة الدولار أيضا لوصل لأعلى مستوياته في عقدين. برأيك كيف ستكون تحركات الأسواق الأمريكية خلال شهر سبتمبر، خاصة وأننا نشهد أن البداية مع العقود الأجلة الأمريكية على تراجع بأكثر من 100 نقطة حتى الآن؟ يعني بدأت الرسالة تصبح أكثر وضوحا، والمستثمرين بدأوا فعليا عملية التخارج من أسواق الأسهم وعملية جني الأرباح لأولئك الذين كانوا متمسكين بموجات شراء طويلة الأمد. أعتقد الفترة القادمة سوف تكون الأسواق الأسهم الأمريكية تحت ضغط كبير، ممكن نشوف الداو جونز يعني يهبط إلى مستويات قد تصل إلى ما دون 30,000، واستهدافاته الجديدة تكون 29,200 نقطة. ممكن نشوف الاس ام بي 500 أيضا تحت ضغط أكبر في الفترة القادمة. أعتقد العملية واضحة، تشديد في السياسة النقدية بغض النظر عن النمو، بغض النظر عن بيانات الاقتصاد الجزئي، والتركيز فقط على أنه يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%، وهذا قد يتطلب مزيد من رفعات أسعار الفائدة قد تستمر في رفعته القادمة ب 21 سبتمبر ب 75 نقطة أساس، ممكن حتى تصل إلى 100 نقطة أساس. ذلك يضع ضغط كبير على الشركات وعلى المقترضين خلينا نقول في الأسواق الأمريكية، ويبدل رغبات المستثمرين من استثمار في أسواق الأسهم إلى استثمار خالي من المخاطرة المتمثل بالفائدة. جيد. رائد، لعلك تتابع طبعا
والكل يتابع الذهب وهو من الأكثر السلع التي تخضع لمراقبة الأسواق المالية العالمية. الغريب أن الذهب يعني مع توقعات هذا التباطؤ الاقتصادي ومعدلات التضخم هذه أفضل بيئة من الممكن أن تكون حاضنة إيجابية للذهب، رغم ذلك لا يتألق ويواصل تراجعات يعني لخمسة أشهر يمكن متتالية. ما هي توقعاتكم لهذا المعدن الثمين المحير بعض الشيء في تحركاته؟ نحن نعلم تماما الذهب لا يدر عائد، بالتالي أنا في عندي عائد أعلى بمخاطر محدودة وهو يمثل العائد الخالي المخاطر نسبيا، واللي عم توفر لي الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأيضا بعوائد سندات أعلى نسبيا لعامين مقارنة مع أي سندات أخرى موجودة في العالم. حاليا يوجد لدينا هذا الأمل موجود في الاقتصاد الأمريكي والفدرال الأمريكي بعملية تشغيل السياسة النقدية، وهو واثق أنه الاقتصاد متمكن نوعا ما، وعم بيمثل الدولار الأمريكي في الفترة الحالية يمثل دور الملاذ الآمن في بالنسبة للذهب. قوة الدولار الأمريكي ضغطت أسعار الذهب باتجاه الهابط، وما ننسى أنه الذهب عم بيكون أيضا عملية تسييل له وجني أرباح لتغطية مراكز خاسرة أيضا في أسواق الأسهم، هذا سبب مزيد من التراجع والضغط على أسعار الذهب. أعتقد سيبقى محدود تراجعات الذهب بمستويات 1680 دولار للأونصة. أعتقد من هناك تبدأ موجة شراء جديدة متماشية مع عملية تشديد السياسة النقدية ورفعات لأسعار الفائدة، وهناك ممكن أنه تستقر أسواق الأسهم بعض الشيء بنتيجة أنه فهم المنظومة التي يتحرك فيها الفيدرالي والسياسة النقدية بشكل عام. رائد خضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب شكرا لك.